نشوف قصة هذا مع ارتفاع الحرارة بتخرج العقارب والتعابين من جحورها، خاصة في المحافظات اللي هي لها ظهير صحراوي، يعني البحيرة بيحصل فيها ده، بعض محافظات الصعيد بيحصل فيها ده، الأقصر وأسوان، عدد كبير من المحافظات ذات الظهير الصحراوي. معانا الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بالمعهد القومي للبحوث. دكتور، أين توجد هذه يعني الحيوانات او الحشرات، بنسميها ايه، التعابين والعقارب، بتبقى موجوده فين بالظبط وعلاقتها بالحر ايه؟ مساء الخير لميس هانم. التعابين والعقارب بتكون موجوده في بيئات الزواحف. صحراويه بتكون طبعا. موجوده في بيئات صحراويه مختبئه في جحورها او موجوده تحت الاحجار والنباتات، ده بالنسبة للعقارب. لكن التعابين من الممكن أنها تتواجد في بعض البيئات الزراعية. وفي الحقيقة أن موضوع التغيرات المناخية بارتفاع درجة حرارة الأرض وما يتبعها من ظواهر مناخية مختلفة بدأت متطرفة في آخر 5 سنوات، وكان لها تأثيرات عديدة على بيئة الكائنات الحية والسلوك بتاعها والبيولوجي الخاص بيها. الفترة اللي احنا فيها دي بتكون فترة تزاوج لمثل هذه الحيوانات. الحاجة الثانية بتكون فترة تغيير الجلد بتاعها، وده بيجعلها في حالة مزاجية مش كويسة، بتبقى في حالة عصبية بتخليها تهجر جحور والأماكن اللي موجودة فيها. مع ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة الجحور، الحيوانات دي بتبدأ تخرج بحثا عن أماكن أكثر ظلا وأكثر انخفاضا في درجات الحرارة. طيب، بعض هذه الزواحف طبعا بتبقى سامة وبعضها غير سام، الأنواع اللي موجودة في مصر إيه يا دكتور، وتحذيراتنا للناس إيه؟ هو من الحاجة الكويسة إن معظم أنواع التعابين السامة ما بتكونش موجودة في البيئات الزراعية، معظمها بيكون موجود في البيئات الصحراوية باستثناء نوع واحد بس، وباقي الأنواع دي غير سامة. الكلام ده برضو بينطبق على العقارب. احنا عندنا 2000 نوع من العقارب على مستوى العالم، منها حوالي 30 نوع فقط هم السامين، موجود منهم في مصر 8 انواع. احنا بنحذر اخواتنا المزارعين في الفتره دي بالذات انه يتجنب السير او يكون حذر لما بيكون سير بجانب الترع والمصارف، علشان بيكون موجود هيش، ودي اكتر اماكن بتكون موجود فيها ممكن التعابين. لما بيبقى ماشي بعيد عن الاماكن اللي فيها بعض المخلفات يكون حذر جدا، دايما يخلي البيئه بتاعته بيئه نظيفه، يخلي باله من غلق الابواب وغلق الشبابيك، وان شاء الله ما فيش حاجه تحصل يعني.